هذا برنامج يعني الهدف منه هو الرفع من جاذبية الجهة في الاقتصاد، في السياحة، في العيش، في إطار العيش. ومشينا ليه من خلال المحاور اللي هي الجهة عطيها القانون تكلف به، يعني اختصاصات ما يسمى بالاختصاصات الذاتية للجهة، هما اللي كانوا أساس باش ما ندخلوش في صراع مع باقي المتدخلين خاصة الجامعات الترابية. فيعني كان واحد المجهود كبير فيما يتعلق بكل ما يمكن أن يخلق مناصب شغل. وإلا خديتوا هذه الكلمة مناصب شغل ودوزتوا كاع داك البرامج اللي دوز غتلقاوها فيها. إلا هضرنا على الصناعة تلقاوها فيها، إلا هضرنا على النقل غتلقاوها فيها. ماشي النقل غير بوحدو كيخلق مناصب شغل ولكن كيسهل الشغل. شحال من واحد كيدير نقص من الخدمة حيت ما كيلقاش فين يمشي. وإلا دخلتوا تكلمنا على البيئة وعلى يعني إعادة استعمال المياه أو إعادة استعمال النفايات، هذه كلها مناصب شغل، مناصب لخلق مقاولات. إلا هضرتوا على الثقافة فهو برنامج كله مليء بفرص الشغل والمقاولة الثقافية. دونك هذا المعيار ديال الشغل فهو معيار أساسي. ثانيا أننا بغينا الجهة ديالنا تبقى عند الإشاعة الدولي، تبقى هي القاطرة كيف كانت، لأن راه بداو كيجريو من مورانا الآخرين على هذه القناة، وبغيناها تكون كذلك، تبقى هي العاصمة الإفريقية خاصة في بعض القطاعات فيما يتعلق بـ 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 بالمال والأعمال، وكا يعني هب يعني ديال التنقل على صعيد الإفريقي. هادو أمور اللي هي كنحرصوا عليها وكنخدموا مع الشركاء ديالنا. ما ندخلش في الأرقام لأن الأرقام قلتهم وكاين فيها يعني هذا اللي كيتبين هو أن كاين واحد يعني 47 مليار ديال الدرهم كبرنامج، فيه 12 مليار و600 اللي الجهة كتكلف به. هذا ربما غتقولوا منين كتجي هاد 12 مليار. حنا عندنا كموارد يعني اللي سنوية اللي تقريبا واحد المليار وشي حاجة، دونك نقولوا تقريبا نص ديال هذه الحصة بالمداخل. عندنا شي بركة لقيناها هنا وحافظنا عليها وعبئناها فهمتي، باش كنوصلوا تقريبا شي 10 المليار، غتبقى واحد 2 المليار ونص يمكن نحتاجوها يمكن ما نحتاجوهاش. الا احتاجينا راه يمكن غادي نمشيو للمديونية. دونك هنا هذه القضية ديال المديونية ما خصهاش تكون هاجس، لان راه حتى حاجه ما كدار لا على القطاع الخاص ولا في الدوله، ما كاين ما كدار بلا 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 مديونيه. اللي اكدت عليه باش نصحح بعض المغالطات هو ان لحد الساعه مازال ما خدينا حتى فرنك ديال الدين. لقينا شي حاجه قديمه، كاين منهم واحد الجزء كبير ديال الشاويه ورديغا وعبد الكاله وداك الشيء، وكاين جزء اللي جا في المجلس السابق واللي كيتعلق خاصة بالتراموي وبرنامج ديال المسالك. وحتى هذاك الشيء اللي كان الربع فيه انا وقفته باش غادي نمولوه بالامكانيات الذاتيه، ووقفته لان التكلفه ديالو مع هذا الشيء ديال لا فاريابيليتي ديال لي طو شونج وديال لي طو دانتيغي، التكلفه ديالو ولات طالعه بزاف وحبسته. دونك في انتظار يعني افضل، وملي نحتاجوه عاود نمشيو ليه، ونتمنى ان الظرفيه تكون احسن مما هي عليه الان.